الغريب ده؟ أني أول مرة أشوفه. يا خبر أبيض، إيه ده؟ ده غويط قوي قوي، شكل الكرة وجعت فيه. يوه يا رب نلاقي الكرة بقى. أنا بقول كفاية لعب لحد كده. حجة البليد بقى، هو عشان خسران عايز تسيب الماتش وتخلق؟ خلي عندك روح رياضية يا همام. مش هرد عليك يا حسون. تعرفوا ان مية البير بتبقى اسمها مياه جوفية وبتبقى مية نقية جدا. يا سيدي يا سيدي، ده بير مية وانت بير معلومات يا بكار. حلوة دي، ها حلوة. أنا جعان قوي. خدوا يا أولاد، جايب لكم سمك مشوي طازة، يلا تلاقيكم جعانين. انتوا لاحظتوا اني لما قلنا عايزين الكرة ترجع جامت رجعت على طول، ولما قلت اني جعان عم جردوني جاب الأكل. فعلا دي صدفة غريبة قوي. مش صدفة، أنا حاسس إن ده البير المسحور اللي خالتي كانت بتحكي عنه. ويطلع إيه البير المسحور ده كمان؟ خالتي كانت بتحكي لنا عن بير في الجزيرة اسمه بير الأمنيات، سموه كده علشان لما بتتمنى أمنية وتقولها وانت واقف عنده بتتحجج على طول. أيوة فارس كلامه صح. لا طبعا يا حلو، مفيش حاجة اسمها كده. ولا انت ايه رايك يا بكار؟ ها ايه رايك؟ ها في الحقيقه مش عارف. ده البير امنيات جال. البير ده خدعه، وكل اللي حصل المره اللي فاتت كان صدفه. شكلك بقى وحش قوي قوي يا فارس. اسكت انت يا حسونه، احنا كلنا غلطنا لما صدقنا البير ده. كل اللي حصل ده كان صدفه، يعني الكرة اتعلقت فوق الشجرة ووجعت صدفة، وأكيد عم جردوني كان يعرف إننا هنا، صح يا همام؟ صح، أبويا قال لي إنه لو خلص صيد بدري هيجيب لنا أكل ويجي. إحنا كلنا غلطنا، الأمنيات مش هتتحقق من غير ما نحاول نحققها. مش غلط يبقى عندي أمنية، بس الغلط إن أستنى حاجة سحرية تحقق لي الأمنية دي من غير ما أجتهد علشان أحققها. بكر هو الوحيد اللي بيفهم فيكم. مش ممكن يكون البير بيحجج الأمنيات الصبح بس؟ تاني يا فارس؟ طب أنا هجرب. نفسي آكل جوافة. نفسي آكل جوافة. ها؟ أهو مش قلتلكم؟ الله 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 الله، وفي دي بيناها حقيقة ولا إيه بقى؟ طب انا نفسي. وعملتي فيكو مقلب، وعملتي فيكو مقلب. طب الحمد لله انك ما قلتش بطيخة، كانت وقعت على راسك وعورتك يا فارس.